ولتسليط الضوء أكثر على موضوع الاستراتيجية الوطنية للطفولة تنضم إلينا الدكتورة حورية الديري مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نرحب بك دكتورة في نشرة الأخبار، ونتحدث عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام 2023 و2027. نعم، نمسي عليكم أستاذ المتابعين بالخير والسرور. أهلا بك. ونهنئ أطفال البحرين وأطياف المجتمع البحريني بمناسبة إقرار مجلس الوزراء الموقر للاستراتيجية الوطنية للطفولة بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للطفل، وبالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متمثلة في مكتب المفوض الخاص لحقوق الطفل نفخر ونعتز بوجود مملكة البحرين في صدارة الدول التي تولي مجال الطفولة وتنمية الطفولة كل الرعاية والاهتمام. ومن منطلق ما نشهده هذه الأيام من إطلاق المبادرات النوعية التي تؤكد بأن لكل طفل كل حقوقه، جاءت ترجمة للتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الطفل وتحقيق العدالة الإصلاحية ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة. والشواهد في ذلك تتجسد في إنشاء العديد من المراكز والمؤسسات وإطلاق البرامج والمبادرات الداعمة لتلك المصالح التي تنضوي اليوم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للطفولة بما تشتمل عليه من مرتكزات وأهداف سيتم تنفيذها من خلال المبادرات الداعمة. وعليه نجدد الفخر باسمي وكسفير باسم أطفال البحرين والصوت المدافع عن حقوقهم ومصالحهم، حيث نتقدم بجزيل الشكر لحكومتنا الموقرة وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة على هذه الجهود التي ترتقي بالإنسانية على الدوام وتضمن لأطفالنا النمو السليم عبر إشراك كافة الجهات المسؤولة في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز رعاية الطفولة وتحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع وعي الأسرة والمجتمع بقضايا الطفل. وختاما نجدد العهد على أن نستلهم من الرؤى الطموحة لتلك الاستراتيجية الوطنية الرائدة كل ما يعزز مسيرة الرعاية والحماية لأطفال البحرين. نعم، كل الشكر لك يا الدكتورة حورية الديري مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.